كبيرة قوي طبعا، ومحدش يعرف يعني لنا مواقع عليها، ولان هي كانت بتنزل باسم المجلة وكانت في اعضاء خاصة، لكن انا بصبر على الاقل الموقفين دول وهما يعني قلت دلالتهم ان هي كانت تشكل بالنسبة له ثقافة وانحياز وجهة نظر لكلمة الموضوع. خالد احنا الحقيقة يعني مسألة الفقر دي مسألة يعني خالد تحس بيها، لان انا مثلا وانا بتحمس ليا في النقابة دلوقتي في حاجات كتيرة قوي بحس ان لو خالد موجود هتبقى سهلة جدا بالنسبة لي يعني. وبعدين في حاجات معينة ادور على بديل ليه فيها الاقي فيه صعوبة، يعني هتبقى محتاجة مني 10 كده ألجأ ليهم، لكن هو كان يعني يختصر أشياء كده كان يعني كان عنده هو بالتحديد، ف يعني افتقدته عشرات المرات وما عادش لفترة قليلة، لكن افتقدته كتير جدا في كتير من الحاجات اللي حسيت إن هو كان مالي فراغ كبير وكان سبب لينا واحنا مش واخدين بالنا أو واخدين بالنا بس الحياة وطبيعتها، وهو كان بيتعامل مع الحياة ببساطة وتلقائية وبفطرة، وشخص ما بيغيرش، بيشوف الحرام زي ما بيشوف في النقابة، زي ما بيشوفه في القهوة، زي ما بيشوفه في 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 كل مكان، يعني كان هو كان سجان ليه تكوين وليه طبيعة ما كانش بتتغير خالص. انه الانترنت عملنا موقع لما الف وخالد عملوا تقديم، هو لسه موجود الموقع الان. لفت اللي هي المهندس الاعلامي مفروض انه مرشح لجائزه. فخالد كان من ضمن اللي كتبوا له التعريف بتاعه. خالد كان يعني الله يرحمه كان بيقدر يفرق ما بين المهني والسياسي. فهو كان دفاعه مش الناس ما تعرفش انه خالد كان معروف بالنسبه للمؤسسات الدوليه اللي بتدافع عن حريه الصحافه اللي هي جهه مستقله انه مرجعيه. يعني الناس ما خالد جمهور ما يعرفش محمد بن شيخ الجزائري او سامي غالب من اليمن او عبد الكريم الخواني او كمال العليزي. اثنين كانوا بيعتبروهم مرجعيه في شؤون الصحافه والصحفيين في المنطقه العربيه. كمال العليزي من تونس والاستاذ يحيى والزملاء عارفينهم، وخالد السرياني. الصراحه الوضوح كان سمه اساسيه سمات شخصيه خالد، لكن انا دايما كنت اشوف في خالد نموذج الصحفي المنتج.